السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة ومختلفة من برنامج كلمة فصفى. ما أنزل الله داء إلا وضع له الدواء، وأرشدنا إليه في كتاب وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. وللأسف ابتعد عنه الكثير من الناس في التداوي بكتاب الله، ولجأوا للسحرة والمشعوذين. عشان كده في حلقتنا النهاردة عايزين نعرف او عايزين نفهم يعني ايه او مفهوم الفرق ما بين السحرة والمشعوذين، وبرضو نعرف ايه هي طرق العلاج الصحيحة او الرقية الشرعية الصحيحة للحسد او السحر او العين والمس. مع ضيف حلقتنا اللي مشرفنا النهاردة الشيخ حسن عوض. اهلا بحضرتك يا شيخنا. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا بحضرتك، تشرفنا بوجودك معنا. الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. في البداية كده يا شيخ، زي ما قلنا لما بقول قدام حضرتك كده وقدام مشاهدينا، في ناس كتير بقى عندها مفهوم ان هي تفهم يعني ايه رؤية شرعية صحيحة، وان هي تلجأ للمشعوذين، بقى عندها اختلاف تمام في المفهوم بتاعهم. عايزين حضرتك تعرفنا كيف نفرق ما بين الرقي الشرعي والسحر او السحرة. تمام. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. طبعا هناك علامات تميز الراقي عن الساحر. الراقي الشرعي لا يتكلم إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعالج إلا بالقرآن وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. أما المشعوذ والساحر وغير هؤلاء، فهؤلاء دائما وابدا يلجؤون الى الشركيات، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فعلى سبيل المثال، كيف اعرف ان الذي امامي ساحر او مشعوذ او غير ذلك من هؤلاء مع كثره مسمياتهم؟ اولا، دائما وابدا الساحر يسال عن اسمه، اسم المريض، تمام، او يريد ان ياخذ شيء من اثره، كيطلب مثلا منه منديلا او شيئا من شعره او شيئا من اثره، يساله مثلا عن اسم امه او عن اسم والده. هذه بعض العلامات التي يعرف بها الساحر، وربما ايضا يعطي المريض ورقه مثلا يغتسل بها، او ورقه يضعها مثلا تحت فراشه، او ورقه مثلا يتبخر بها او غير ذلك. هذه كلها من أساليب السحرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي الناس منهم، وقد كثروا في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني قد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. قال صلى الله عليه وسلم في مجرد السؤال فقط، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فقط مجرد سؤال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تقبل له صلاة 40 ليلة، مجرد السؤال. يعني واحد مثلا راح يسأل مثلا عن ابنه، والله يتأخر في الزواج، أو بنتها تأخرت في الزواج، أو ابنه مش عارف العمل، حصل عنده إشكاليات في العمل، فشوف لنا الأمر ده، ولم يصدق، هو مجرد سؤال فقط سأل. هل يعتبر بهذا يعد لن تقبل له صلاة 40 يوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي الناس منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الراقي الشرعي فهو إنسان يعالج بالقرآن. نعم، صفات يعالج بالقرآن، يعالج بالسنة، لا يتكلم بالشركيات، لا يتكلم بالتمائم أبدا، إنما هو فقط يعالج بما ورد عن كتاب الله، من كتاب الله سبحانه وتعالى، وما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج، لا يتكلم إلا بذلك. أما صفاته فطبعا الراقي لابد له يعني أن يتميز عن غيره بأمور عدة، منها مثلا أن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى توحيدا خالصا، يعني توحيدا منافي للشرك، هذه واحدة. الأمر الثاني أن يكون محافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء، لأنه أكثر الناس عرضة لأذى الشيطان، لأنه من المحاربين للجن، من المحاربين لهم، فبالطبع الشيطان هيكون محارب له. فيجب عليه أولا لصفاته أو الأمور التي ينبغي أن يكون فعلا موجودة في الراقي، يكون صاحب توحيد خالص مجتنب الشركيات. الأمر الثاني أن يكون محافظ على صلواته في أوقاتها،
يكون محافظ على أذكار الصباح والمساء، كثير الذكر، كثير الاستغفار، محافظا على عباداته، محافظا على ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. دي بعض صفات الراقي الشرعي. تفضل حبيبي. طيب شيخنا، في علامات دايما بتبقى للسحر والحسد، ايه هي العلامات اللي ممكن نعرفها او مشاهدين يعرفوها ان هم تمام متصابين بسحر او تمام حسد او عين؟ هناك علامات طبعا، السحر انواع، فهناك علامات للسحر، علامات عامة نجدها مع كل نوع من انواع السحر، مثلا كألم الظهر وألم البطن، أحلام مخيفة في المنام، صداع دائم، الخوف الشديد، الرؤى المفزعة، رؤية الكبور مثلا أو أحد يجري وراءه. دي يعني بعض الأشياء العامة أو بعض العلامات العامة اللي من خلالها يستطيع أن يحدد الإنسان إن كان مصاب فعلا أو غير مصاب. وأنبه هنا لأمر مهم جدا، ربما تكون بعض هذه العلامات موجودة ولكن لا علاقة لها بالمس ولا بالسحر ولا بالحسد، إنما هي ربما تكون مرض عدوى. طب هل ممكن بتبقى مكتملة الوجود يعني كل الأعراض دي ليس ولا شرط، عرض منهم؟ ليس شرطا، ليس شرطا، ولكن في الغالب بتكون موجودة بنسبة كبيرة. يعني على الأقل عندي مثلا الأحلام المخيفة موجودة، موجودة دايما معايا، تمام. ألم الظهر وألم البطن أيضا بيكون موجود مثل هذه الأعراض. طب ليه أكتر المصابين من النساء الله بيكونوا المستعان، مصابين من الجن العاشق؟ الله المستعان. أو في البداية ممكن حضرتك تعرفنا يعني إيه وجود جن عاشق؟ تمام. الجن العاشق من أخطر أنواع الجن، وهو جن يصيب الإنسان. وليه بيكون مع النساء؟ لأن طبعا في الغالب لما رحم ربي سبحانه وتعالى المرأة بتكون أكثر عرضة للإصابة بالجن العاشق. لماذا؟ لأن الجن العاشق لا يأتي إلا بناء عن على هذه الأشياء. أولا، ودي من أسبابه يعني، كثرة التزين، تمام، لبس البناطيل الضيقة وما شابه ذلك، الوقوف كثيرا أمام المرآة، التصوير، السيلفي اللي كثروا في هذه الأيام، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. دي أسبابه، وده كله بيكون مع النساء وكثروا جدا، وللأسف الشديد يعني أصبح هذا الداء ولا عشان منتشر، ولا حول نفوسنا، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا عشان نفوسنا شيخنا بتكون ضعيفة شوية وبنميل بلا لكل شك، للمستمع أكتر؟ بلا شك النفوس الضعيفة للأسف الشديد مع ضعف الإيمان، وده أكتر داء انتشر في الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني ضعف الإيمان، ضعف الوازع الديني، البعد عن الله سبحانه وتعالى، بعد عن العبادات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، دي سبب أساسي من أسباب يعني تمسك الجن بالإنس. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الشيطان عدو للإنسان، ومع ذلك للأسف الشديد نحن يعني تركنا التقرب إلى الله عز وجل، وللأسف الشديد تقربنا إلى الشيطان بفعل المحرمات وفعل المنكرات والتعدي على حدود الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالجن العاشق يعني من أسبابه التي ذكرتها. فأنا أنصح كل أخت، بما أن حضرتك سألتي وقلت لماذا يكون مع النساء خاصة، مع النساء خاصة لأن المرأة يعني عندها ضعفين. الضعف الأول، وهذا ليست في كل النساء طبعا، هناك يعني الضعف الأول ضعف الإيمان، الله المستعان. يعني ليست في كل النساء طبعا ضعف الإيمان، هناك من النساء من هي تعادل من الأرض من الرجال. فضعف الوازع الديني، ضعف الإيمان. الناحية التانية ضعف الإرادة، ضعف الشخصية. دي من الأمور أيضا اللي بتجعل الجن العاشق يتلبس للمرأة. فأنا أنصح كل أخت وكل امرأة، أنصحها بأن تجتنب هذه الأشياء التي ذكرتها، النظر في المرآة كثيرا، التصوير كثيرا، التزين كثيرا، الكلام في دورة المياه، كل هذا من الأمور التي تجلب الجن العاشق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسيت ذكر الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم عند فعل كل شيء ذكر. إن لم تكن عالما بالذكر الوارد عند مثلا النظر في المرآة، فاذكر الله سبحانه وتعالى، قل بسم الله، يا تجتنب بهذا الشيطان بفضل الله سبحانه وتعالى. يا رب. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. هل الحسد والعين بيصيب البني آدم
في مرض في جسده او في رزقه او في الحالات الاجتماعيه. تمام. هذا يحدث بالفعل، يعني ربما يصاب الانسان بسبب السحر، تمام، يصاب بتعطيل مثلا في باب رزقه في الناحيه الماديه مثلا في عمله، وربما يكون يمرض بهذا. وهذا يعني احنا عندنا في السحر زي ما قلت لحضرتك ان السحر اقسام وانواع، تمام، منه سحر المرض، تمام، منه سحر التعطيل. فممكن الانسان يعني بسبب سحر التعطيل الذي يفعله هؤلاء الفجار، اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديهم جميعا الحق، فهذا ما نرجوه من الله سبحانه وتعالى، فلا نرجو لمسلم ابدا ان يمس بعذاب من الله سبحانه وتعالى، ولكن نرجو للجميع الهدايه. فربما يصاب الانسان فعلا بتعطيل في باب من ابواب رزقه، ربما يصاب فعلا بتعطيل في زواج، ربما يصاب بمرض عضوي. نعم، يقع ذلك بسبب السحر، ويقع ذلك بسبب العين. تمام، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن العين: أدخلت الرجل القبر وأدخلت الجمل القدر. أدخلت الرجل القبر أصابته العين فمرض فمات، وأصابت الجمل فمرض فذبح فطبخ. وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أصابت الرجل فدخل القبر، أصابت الجمل فدخل القدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل الله السلام. فده بيكون موجود بالفعل، ولا يقع إلا على الضعفاء. وأحب هنا أن أوصل تأصيل مهم جدا، أن السحر لا يقع إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. فكل شيء لا يحدث في هذا الكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر لا يقع إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. تمام. وربنا سبحانه وتعالى ما خلق ده إلا وجعل له دواء، ومن الدواء أن يحصن الإنسان نفسه ليقي نفسه من السحر. كنت لسه أقول لحضرتك يا شيخنا، هل يوجد تحصين يجعلنا إن إحنا مش هقولنا يعني يحمينا من الحسد؟ تمام تمام تمام. طبعا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم واليقظة، أذكار الدخول، أذكار ذكر الدخول، ذكر الخروج. كل هذه الأذكار تحمينا طبعا، وتحصننا من كيد الشيطان وأعوانه، وتحصننا من كيد الجن وأيضا من كيد الإنس. يعني الجن عندما أتى لأبو هريرة رضي الله عنه، الحديث طويل ولكن لضيق الوقت أكتفي بآخره، قال له: اتركني وأعلمه كلمات. عندما تأوي إلى فراشك قل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، فلا يزال معك من الله حافظ حتى تصبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له في آخر حديث: صدقك وهو كذوب. الجن صدقك في هذا، ولكن من عاداته الكذب. وهنا يعني تنبيه مهم جدا، طبعا أنبه به على أخواني الرقاة، أن الجن كذاب. فأحيانا يكون يفتن الناس ببعضها البعض، فأحيانا مثلا الراقي يقرأ على المريض فيحضر الجن ويكلمه ويخاطبه مثلا، ويسأله: من أين أتيت؟ من الذي أرسلك؟ فيجيب مثلا: أن فلان هو الذي أرسلني، أو فلانة هي التي أرسلتني، أو هي التي فعلت السحر عن طريق فلان. وما يريد من ذلك إلا الوقيع. يعني ممكن في الحالة دي يكون الجن نفسه بيوقع ما بين البشر؟ أيوة طبعا. ايوه طبعا، ده بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، كذوب كثير الكذب، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فالجن يكذب كثيرا ليوقع بين الناس، يوقع بين الاخ واخيه والابن وابيه، ويوقع بين الجار وجاره، ويوقع بين القريب وقريبه، ليقطع الارحام ويفصل الناس عن بعضهم البعض، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فنسال الله سبحانه وتعالى السلامه، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم امين. هل يصاب الانسان في حاله تحصينه؟ يعني لو هو وانا عامله احتياطاتي ومتحصنه ممكن اصيب برضو؟ تمام، انا قلت لحضرتك في الاول: ولا يقع شيء الا بقدر الله سبحانه وتعالى. وهنا برضو انبه على امر مهم جدا، الا وهو حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، والثقه في الله سبحانه وتعالى، والا يضع الانسان هذا الامر نصب عينيه دائما ابدا. لماذا؟ لأننا دائما، لأننا نحن المسلمون مأمورون بحسن الظن، مأمورون بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نتوكل على الله، وأن نأخذ بالأسباب.
فكما يعرف العلماء في التوكل على الله سبحانه وتعالى، هو حسن اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. أعلم يقينا وأكون على يقين أن النافع وأن الضار هو الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع شيء في ملك الله إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. فهل يصاب الإنسان وهو محصن؟ وربما يصاب الإنسان وهو محصن بسبب غفلته، لأن أسباب دخول الجن أو تلبس الجن بالإنس له عدة أسباب، منها مثلا الخوف الشديد. ربما يكون الإنسان محصن نفسه، ولكن حصل له أمر ما جعل الخوف خوف شديد جدا، تمام؟ أو مثلا البكاء الكثير، أو الفرح الكثير، أو الغفلة عن الذكر. وهذا كثيرا ما يحدث من الإنسان. ربما الجن يظل سنوات وهو مكلف بسحر يحوط حول الإنسان ويذهب يسارا ويمينا لكي يتلبس بالجسد، ولكنه لا يستطيع بسبب إيه؟ بسبب تحصين الإنسان نفسه. فعندما تأتيه الفرصة يتلبس بالإنسان. سبحان الله. لأن الجن لا يمل حضرتك، يعني الجن أصلا يعني عدو للإنسان، عدو خفي، تمام؟ أقدر أقول الجن ما فيش شغلة وراه إلا أذية الإنسان. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أقعد لنا إحنا بس. الله المستعان. فيجب على الإنسان أن يحصن نفسه، ولا أقول ذلك وأيأس الناس، لا أبدا لا أيأس الناس، ولكن يجب علينا أن نحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وأن نأخذ بالأسباب، وأن نقي أنفسنا من شر الجن. بماذا؟ بكثرة الأذكار، بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء. بهذا يقي الإنسان نفسه بفضل الله سبحانه وتعالى من السحر ومن كيد الشيطان. وما نثقش كمان في كلام اللي هو جلب الحبيب ورد المطلقة والكلام الشائع للمشعوذين. للأسف الشديد يعني هناك قنوات تبث ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا من البلاء الذي عم وزاد وانتشر في الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني في بداية الحلقة أقول لحضرتك كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فهؤلاء الذين يقولون أننا نرد الحبيب أو نجلب القريب أو نجمع بين الرجل وزوجته بفعل كذا أو كذا أو كذا، كل هذا من الدجل ومن الشعوذة ومن الأعمال الباطلة التي حرمها ربنا سبحانه وتعالى وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب شيخنا، عايزين بقى نيجي للنقطة الغالية في حياتنا، أولادنا. طبعا كل أم بتخاف على أولادها وبتبقى حابة إن هي تحتويهم من عيون الناس كلها. إزاي يكون نعمل تحصين لأطفالنا؟ هل بيكون في إن احنا نحصنهم ولا؟ تمام، جزاك الله خيرا. هذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين، تمام؟ فتحصين الأبناء شيء مهم جدا جدا، لأنهم أكثر عرضة للجن، تمام؟ فيجب علينا أن نحصنهم. كيف نحصن أبنائنا؟ أولا عندما يريد الإنسان تحصين أبنائه، يضع يده على رأسه ويقرأ بفاتحة الكتاب، ويقرأ آية الكرسي، ويقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، ويقرأ بالمعوذات والإخلاص: كل هو الله أحد، كل أعوذ برب الفلق، كل أعوذ برب الناس، ويدعو بالأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يقول له: أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، 3 مرات. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، 3 مرات. يفعل هذا كل يوم يحصن أبنائه، حتى يعني يحميهم من كيد الشيطان. وبهذا أيضا فيه اعتياد للطفل إن هو يكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، يكون معلق قلبه بالله عز وجل، ينشأ نشأة سليمة، نشأة ترضي الله سبحانه وتعالى. إنك أنت كده بتسمعه كل يوم، بتسمعه عن الله قرآن، وبتسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء، فالطفل بيتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ويتعلق قلبه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يكفي إن لم يكن هناك ثمرة غير أننا نعلق أطفالنا بكلام الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يكفي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أطفال المسلمين، أنه لي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين. للأسف وقت حلقتنا خلص يا شيخنا، بس عايزة حضرتك برضو تدينا أو تدي لمشاهدينا نصائح كده لتجنب الحسد والسحر في نفس الوقت.
طيب معانا كم دقيقة؟ معانا دقيقتين. الله المستعان. طيب في عجالة سريعة، أنا أنصح إخواني المشاهدين بتشغيل سورة البقرة يوميا في بيوتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، لا يسكنه الشيطان. بمجرد أن تشغل سورة البقرة في بيتك ينفر الشيطان من البيت. هذا في تحصين البيوت. أما في تحصين الإنسان نفسه فيجب على الإنسان أن يحافظ على أذكار الصباح، وأن يحافظ على أذكار المساء، وأن يحافظ على صلواته، لأن هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله انتشر فيه التلاعب بالإنس من قبل الجن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأنصح أيضا جميع أخواني ألا يذهبوا إلى الصحراء وإلى المشعوذين، فالذهاب إليهم خطر عظيم جدا جدا. وأنصحهم أيضا بأن يعلقوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، ويعلموا أن النافع هو الله، وأن الضار هو الله، وأنه لا يقع شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وإلا بمراد الله سبحانه وتعالى. وإن وقع هذا الأمر فلنأخذ بالأسباب الشرعية من الرقية الشرعية، سواء يرقى الإنسان نفسه أو يبحث عن راقي شرعي يرقيه، مثل هذه الأمور. أما قوله يذهب إلى الصحراء، فالصحراء لا ينفعه بل يضره، والله لا ينفعه بل يضره. ولولا ضيق الوقت لذكرت كثير من النماذج التي ذهبوا لعلاجها وأضروهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، لأن الجن لا يخدم إلا إذا خدم. لا، وما ينفعش إن احنا برضو نختم كده. ممكن حضرتك برضو في السريع تقول لنا برضو عشان مشاهدينا يقدروا يستفادوا أو ما يقعوش في الأخطاء دي. تمام. بمعنى إن حضرتك ممكن تقول لنا إيه هي الحاجات اللي ممكن المشاهد يقع فيها مع السحرة. يعني مثلا انا مثلا جارتي عملت ليا حاجه، او الحبيب مثلا عمل للحبيب حاجه، وهكذا ما بنسمعه في الحياه. تمام تمام. يذهبوا ان لم يستطيعوا ان يرقوا انفسهم ويحافظوا على ما ذكرت، ولو لضيق الوقت لذكرت كيف يرقي الانسان نفسه. ان لم يستطع الانسان ان يرقي نفسه فليلجا الى من يرقون بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع الطريق التي يعني يصفه لهم. فربما يصف لهم برنامج الرقية الشرعية يسير عليه فترة معينة، وإن شاء الله عز وجل مع نهاية البرنامج يتم بإذن الله عز وجل رفع البلاء، إن فعلا يعني كان الآخذ بالبرنامج محققا للتوحيد، فعلا محافظا على الطاعات، محافظا على العبادات، يرفع الله سبحانه وتعالى هذا البلاء عنه بإذنه سبحانه وتعالى. وأختم بهذا يعني الأمر التي وقع من قبل بعض السحرة، أن بعضهم يعني بعض إخواننا قد أصيبت إحدى قريبه، وذهب إلى بعض السحرة وأتى به، فظل هذا الساحر يتردد عليه وتردد ويتردد حتى نهب منه كثير من المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الساحر كان يسلط بعد ذلك، كان يأمر من بداخل الحالة أن يعني ينتهي فترة معينة من الزمن، زي تسكين، زي حضرتك يعني اللي بياخد مسكن فترة معينة من الزمن ثم يعود بعد ذلك. وحتى سلب منه ما يقارب 250 ألف جنيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا يعني خطر عظيم، نحذر إخواننا منه. فصل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم السلامة، وأن يوفقنا وإياهم إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصرف عنا كيد الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير يا شيخنا، وطبعا شرفتنا شيخ حسن. للأسف مشاهدينا وقت حلقتي خلص، أتمنى أن احنا نكون فدناكم، وانتظرونا في حلقة جديدة إن شاء الله، وإلى اللقاء. جزاكم الله خير.